معقول؟ أنا بحلم واللي بعلم، بس أماني كيف رح أعرف قياسي؟ هون ماما، دوري على إكس 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 لارج. أنا رايحة أجيب المتر، خليكي هون ما تتحرك. منو هذا اللي جايب لك هدية ها؟ ولك افرضي أبوك اللي فتح الباب كان شو صار؟ ولا جدتك ياي كان فضحتنا. وشو المناسبة؟ فكرك بتمر علي هالشغلات؟ هسا بدك تقري وتعترفي مين وكيف وليش؟ اتفضلي. أي ماما، هدول أواعي وصيتهم على الإنترنت من موقع حلزون. حلزون؟ وصيتي أواعي؟ هذا حلو وهذا حلو وهذا كمان حلو. أف 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 أف، وكمان اكسسوار ومكياج. ماما، كل إشي بتفكري فيه بتقدري تشتريه على النت، وأرخص بكتير وبوصل لحد عندك. معقول؟ أنا بحلم واللي بعلم، بس أماني كيف رح أعرف قياسي؟ هون ماما، دوري على إكس 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 لارج. أنا رايحة أجيب المتر، خليكي هون ما تتحرك. يا أبو رعد، بحال البلاش، شوف شوف هاي يا أبو رعد. إيه، هاي حلوة وهاي أحلى منها. وشو المطلوب مني؟ بدنا نطلع بطاقة ائتمانية زي تبعت أماني. شو؟ رح نوفر توفير إشي ما بتخيل العقل. معقول ما عمرك وصيتي أونلاين أواعي؟ أيهو بس أواعي، كريمات وكسسوارات وجزدين، إشي ما بتخيل العقل. أونلاين؟ باغضو حبيبتي، أنا أواعي أصلاً كلها من باغي. جيب لي ياهم أبو ركان حبيبي، أبرني أبو ركان. أنا ما بشتري حيلا ولو، أنتي بتعرفيني أم رعد. على كل حال، أنا بس حبيت أواعيكي والباقي عندك. يلا شكراً على القهوة، إيه قصدي التركيش كوفي. إيه شو تأخروا، وينهم؟ ألو، ممكن أطلب 3 بيتزا لارج و20 وينجز؟ لا لا مش كاش، في طريقة أدفع أونلاين؟ ممتاز حبيبي حبيبي، شكرا. ثوف ثوف، هدول السماعات كانوا 300 صاروا 100. ولك أنت مجنون؟ تدفع 100 دينار على سماعة؟ ولك سمالك أهبل أنت، على الفيزا. زلمة إذا هيك خليهم تنتين. أي وصلوا وصلوا. شو يا أم رعد، كيف الشغلات الحلوة الرخيصة اللي جبتيها؟ يلا فرجينا فرجينا. بفرجينا. هاي طلعت صغيرة شوي، يعني مش كثير، وهاي طلعت كبيرة، وهاي طلع بدها بطانة. أيوة، وشو العمل؟ إيدك على 20 ليرة، أروح عند الخياطة أزبطهم. ونسيت أحكي لك، طلع كمان في 5 ليرات شحن. ألو؟ مرحبا مستر أبو رعد، بس حبيت أخبرك إنك تعديت سقف الفيزا تبعك، إذا في مجال تغذي حسابك بأسرع وقت ممكن. شو؟ أم رعد؟ هيك كثير يا أبو رعد، طول بالك طول بالك، بس خليني أفهمك.